وبان كانغنام ستايل. ليس بإمكانه الرقص، لكن باستطاعته جذب الأنظار. إنه تمثال الجليدي للمغني الكوري بساي الذي يتواجد في المدينة الصينية. تنخفض درجة الحرارة هنا إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، ويبلغ ارتفاع التمثال 6 أمتار. رجل الثلج يدل السياح على الطريق لمعرض الأعمال الفنية الجليدية، حيث لبت الفنانون 3 أيام ينحتون في القطع الثلجية في البرد القارس. تمثال بساي لديه الكثير من الفوائد في هذه الحالة، فمهرجان الجليد يجلب 10 ملايين زائر كل سنة.